السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الله يرضي عليك يا بنتي. بغينا نعرفوا شنو هي المشاكل اللي كتعانيوا بها نتوما ساكنه عمارات الضحى بمدينه وجده. حنا سيدي كنعانيوا بزاف المشاكل كثيره بزاف. حنا بالصيانه في الكهرباء في ان كاينين الكرايه اللي كاينين ما كنعسوش في خاطرنا جوج اللي ثلاثه د الليل كنكونوا حنا السانديك ماشي السانديك اللي كيتحمل المسؤوليه السانديك في حاله شروط عندنا بان الضو تعذروش انه ما خلصش واحد 8 شهور 9 شهور وقطعوا لنا الضو تعذروش تعدوا علينا بزاف الاخر انا ملي كتكون الظلمه كيكون الشفاره كيكون بنادم يطيح بنادم بزاف الحوايج ومن ناحيه النظافه ما كايناش كاع نهائيا من ناحيه لا سيكوريتي تخيل السبت باش انه يكون سيكوريتي ما كيكونش عندنا سيكوريتي من ناحيه السنديك حنا هذا يعني همنا بزاف همنا وانتم بغيتوا تبدلوا السنديك؟ حنايا كملت الكونترا نتاعو دوزون فوقاش كمل الكونترا ديالو؟ حنايا في لو دوز ان شاء الله صافي راه لو دوز مارس 2019 كملت الكونترا حنا بغينا نديروا السنديك اللي يخدمنا اللي يكون معنا اللي يشوف الحاله نتاعنا اللي نعسوا في خاطرنا ماشي نوضوا حنايا كنوضوا نعيطوا للبوليس باش انهم كاين شقه في العماره اللي ساكنه فيها؟ حنايا كاين 25 شقه 25 شقة وكاين 12 يعني الضحى يعني كاين 12 35 باتيمون 35 عمارة باتيمون اللي شادها و مجموعة تقريبا 700 و750 شقة في المجموعة دابا حنايا حنا كنطالبوا السلطة وكنطالبوا الجهة كنطالبوا لأي حاجة لأي واحد للبلدية بأنه هذا السيد حتى أنه منعنا حتى نديروا الجمع ومنعكم ديروا الجمع وما بغاش ويعني ما باغيش بحال شي دانون كملت الصلاحيه نتاعو الله يعاونو اييه يعني دانون ما تفهمش الله يعاونو ولا الله يعاونها باش ياخذنا رهينه عنده حنا باغي ياخذنا رهينه هذا السيد عنده وما كنعرفوش حتى الصفه نتاعو كي قلنا الشامل شركه مهمله ما كنعرفوش حتى الصفه نتاعو شكون هو دابا الله يرحم لكم الوالدين حنايا هذا السيد حنايا كيقول لك عندنا نفوذ هاد فين ما مشيت كتقول لك يقول لك عندنا نفوذ في اي بلاصه راه عندي نفوذ حنا بغينا كمالكين غير على الملك نتاعنا الاقامه كتكون مزيانه بالنسبه